نشرة إخبارية مفصلة من تلفزيون لبنان، أهلا بكم. مساء الخير. فيما بلغ الحراك من جديد طريق القصر الجمهوري بعبدة، ترقب الأوساط السياسية بيانا للقصر يحدد مواعيد الاستشارات النيابية. ولقد أحدث بيان المجلس الشرعي هزة في الضغط من أجل هذه الاستشارات، وعقب ذلك بيان للرئيس سعد الحريري من العيار نفسه لا بل أقوى، فيما تضمنه من اعتذار واضح عن تكليفه إذا ظل شرط حكومة التكنو سياسية موجودا. وبالتزامن مع هذه التطورات، برز الاجتماع الأمني في وزارة الدفاع والذي ضم قادة الجيش والأجهزة الأمنية، والذي شدد على منع قطع الشوارع. ناشطون في الحراك قالوا إن خطوات قطع الشوارع أثبتت عقمها وخطورتها على الاستقرار الأمني. وأوضحت مصادر القصر الجمهوري أن الاستشارات النيابية ستجري يوم الجمعة أو يوم السبت. نبدأ من الاجتماع الأمني في وزارة الدفاع. صدر عن قيادة الجيش مديرية التوجيه البيان الآتي: عقد اجتماع أمني في مكتب قائد الجيش العماد جوزيف عون في اليرزي، حضره إلى جانبه كل من مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم، مدير عام أمن الدولة اللواء طوني صليبة، ومدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان. تناول الاجتماع ما آلت إليه الأوضاع في البلاد، خصوصا في ضوء التطورات الأمنية التي تشهدها الساحة اللبنانية. وأصدر المجتمعون بيانا أكدوا فيه احترام حرية التظاهر في الساحات العامة وعلى جوانب الطرق، وبحثوا في الإجراءات الكفيلة بحفظ أمن المتظاهرين وسلامتهم. وجدد المجتمعون التحذير من مغبة التعرض للممتلكات العامة والخاصة وقطع الطرق الذي يقيد حرية التنقل التي كفلتها المواثيق الدولية. ودعا البيان الجميع إلى التعاطي بمسؤولية وطنية مع التطورات وعدم القيام بكل ما من شأنه التعرض للاستقرار والسلم الأهلي والعيش المشترك، كما شدد على أهمية التمسك بالوحدة الوطنية والالتفاف حول الجيش اللبناني وباقي المؤسسات الأمنية لكونها الضمانة للأمن والاستقرار في البلاد. العماد جوزيف عون التقى الوزيرين أكرم شهيب ووائل أبو فعور والنائب هادي أبو الحسن. قائد الجيش عرض الأوضاع مع النائب محمد الحجار والنائب بلال عبد الله ووفد مرافق، كذلك السفيرة السويسرية مونيكا كيرغوز، ثم التقى وفدا من الآباء المرسلين برئاسة الأب مارون مبارك. مشاهدينا الكرام، الآن إلى القصر الجمهوري في بعبدة مع الزميلة ميرنا الشدياق وآخر الأجواء. ميرنا، ماذا لديك من جديد وعن الدخان الأبيض؟ نعم جلال، مساء الخير. أود بداية أن أسرد بإيجاز ما حصل منذ صدور بيان الرئيس سعد الحريري عن عدم رغبته بتولي رئاسة الحكومة. فور صدور هذا البيان أكدت لنا مصادر مطلعة أن الاستشارات النيابية الملزمة ستحصل الخميس المقبل، ولكن فور إعلان هذا الأمر جرت اتصالات مع الكتل النيابية ومع النواب. تبين أن هناك بعض الكتل لم تحدد بعد موقفها من الاسم الذي ستقوله أو ستحدده في الاستشارات النيابية الملزمة، وأيضا هناك نواب غادروا لبنان في عطلة، وبالتالي بات من المستبعد أن تحصل هذه الاستشارات يوم الخميس المقبل. وبطبيعة الحال لم تصدر عن رئاسة الجمهورية تحديد موعد هذه الاستشارات حتى الساعة، وبالتالي تأجلت هذه الاستشارات بحسب المصادر المطلعة إلى الجمعة المقبل أو السبت كأبعد تقدير. يعني الشيء الأساسي الذي قيل لنا من مصادر مطلعة أن الاتجاه هو لحكومة تكنو سياسية مع اتفاق على اسم رئيس الحكومة، إن كان الاتفاق مع الرئيس الحريري عن الاسم الذي سيقوله وتحديد هذه الحكومة، خصوصا أن الرئيس عون لن يوقع على أي حكومة لا تخدم مصلحة لبنان، مصلحة الوطن أولا، خصوصا أنها حكومة أمامها تحديات عديدة وبحاجة إلى غطاء سياسي إن كان بالحكومة وإن كان بمجلس النواب. جلال، يعني بطبيعة الحال سنكون معكم فور ورود أي جديد من قصر بعبدة. جلال، شكرا ميرنا.
قبل ذلك أيضاً في إطار لقاءاته الدبلوماسية رئيس الجمهورية العماد عون التقى السفير السوري الروسي التقى السفير الروسي زاسبيكن وتابع مروحة مشاوراته المتعلقة بالشأن الحكومي. لا تزال الاتصالات مستمرة في الملف الحكومي حتى الوصول إلى النتيجة المرجوة، لا سيما وأن الظروف تتطلب حكومة استثنائية تجنب البلاد الدخول في أزمة، فيما الحاجة بحسب مصادر متابعة إلى قيام توافق في هذه المرحلة الدقيقة. ومن هنا فإن رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون لن يوقع على حكومة لا تؤمن مصلحة البلد وتعكس التوافق. وأمام هذه الحكومة العديدة إجراءات عديدة من بينها الإصلاحات وغيرها من التحديات، ما يتطلب حكومة تتوفر لها الحماية السياسية وقادرة على إعادة انتظام البلد ومكافحة الفساد ومكافحة تهريب الأموال، وتحتاج إلى دعم مجلس النواب. وفي هذه الأجواء يواصل رئيس الجمهورية لقاءاته الدبلوماسية ليكون العالم الخارجي على بينة من ما يحصل، خصوصا أن هناك تقارير تصل إلى الخارج ولا تعكس الواقع. لذلك فإن لقاء رئيس الجمهورية مع عدد من الموفدين يسمح بتوضيح صورة ما يجري، وهذا ما سيتابع في الأيام المقبلة، خصوصا أن القضية اللبنانية موضع متابعة دولية، وهناك رغبة لعدد من الدول في الاستقرار في لبنان والاهتمام بالشأن الاقتصادي، وهذا كان جليا في صدور البيان بالإجماع حول لبنان عن مجلس الأمن الدولي الاثنين. وفي هذا الإطار عرض الرئيس عون مع سفير روسيا لدى لبنان ألكسندر راسبكن في حضور وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي الأوضاع الراهنة. وأوضح السفير زاسبكن أنه نقل إلى رئيس الجمهورية موقف القيادة الروسية من التطورات في لبنان، مؤكدا وقوف موسكو إلى جانب الدولة اللبنانية ودعمها لها في مواجهة التطورات الراهنة. وأكد السفير زاسبكن أن التعاون بين روسيا ولبنان قائم وسيشهد المزيد انطلاقا من علاقات الصداقة بين البلدين، مشيرا إلى أن بلاده لن تتردد في التجاوب مع ما يطلبه لبنان في هذا الظرف الدقيق الذي يجتازه. وقال موسكو كانت إلى جانب لبنان وستبقى. كما عرض الرئيس عون الأوضاع العامة والتطورات الراهنة مع النائب نقول السحناوي الذي وضعه في أجواء ما تعيشه منطقة الأشرفية والأضرار التي لحقت بالمواطنين جراء الأحداث التي شهدتها منطقة الجميزة والشارع مونو. إلى ذلك استمر إرسال برقيات التهنئة بعيد الاستقلال، حيث تلقى الرئيس عون برقية من الرئيس الألماني الذي أكد متابعة بلاده عن كثب الأحداث السياسية في لبنان ووقوفها بثبات إلى جانبه، وتمنى أن تتضافر كل الأفرقاء سعيا لصالح البلد وأن تتوصل إلى طريق مشترك نحو مستقبل جيد. كما أبرقت السيدة نازك رفيق الحريري إلى رئيس الجمهورية باسمها وباسم عائلة الرئيس الشهيد رفيق الحريري مهنئة بالاستقلال، ورأت أننا مدعوون جميعا للوقوف فالتضامن واحدة والتمسك بقيم السلام والحوار والوحدة الوطنية والعيش المشترك كي يبقى لبنان وطنا حرا سيدا مستقلا. إنني متمسك عفوا بقاعدة ليس أنا بل أحد آخر لتأليف حكومة تحاكي طموحات الشباب والشابات والحضور المميز للمرأة اللبنانية دحضا للإنكار المزمن، وقلت في السر وفي العلن إن الحل بحكومة أخصائيين. الكلام للرئيس سعد الحريري في بيان أعلنه عصرا، ومساء اليوم أصدر المكتب الإعلامي للرئيس سعد الحريري ما يأتي: يقوم عدد من المواقع الإعلامية وحسابات التواصل الاجتماعي بطرح أسماء مرشحين لرئاسة الحكومة على أنها اقتراحات للرئيس الحريري. يؤكد المكتب الإعلامي مع احترامه لجميع الأسماء المطروحة أن خيار الرئيس الحريري سيتحدد مع الدعوة للاستشارات النيابية الملزمة، ويعلنه في بيان صادر عنه، وما عدا ذلك لا يتعدى محاولات سئمها اللبنانيون لإحراق أسماء أو الترويج لأخرى. بشكل قاطع وصريح قالها الرئيس سعد الحريري: أنا متمسك بقاعدة ليس أنا بل أحد آخر لتشكيل حكومة جديدة. وفي بيان صادر عنه جاء فيه أنه بعد 40 يوما على حراك اللبنانيات واللبنانيين وقرابة الشهر على استقالة الحكومة استجابة لصرختهم العارمة وإفساح في المجال لتحقيق مطالبهم المحقة، بات من الواضح أن ما هو أخطر من الأزمة الوطنية الكبيرة والأزمة الاقتصادية الحادة التي يمر بها بلدنا وما يمنع البدء بالمعالجة الجدية لهاتين الأزمتين المترابطتين هي حالة الإنكار المزمن الذي تم التعبير عنه في مناسبات عديدة طوال الأسابيع الماضية. وإزاء هذه الحالة الخطيرة والمانعة لتفادي الأسوأ سياسيا واجتماعيا واقتصاديا وأمنيا لا سمح الله، وجدت أنه من واجبي أن أصارح اللبنانيين واللبنانيات كما عودتهم دائما. إن حالة الإنكار المزمن بدت وكأنها تتخذ من
المواقف ومقترحات للحل ذريعة للاستمرار في تعنتها ومناوراتها ورفضها الإصغاء إلى أصوات الناس ومطالبهم المحقة. فعندما أعلن عن استقالة الحكومة تجاوبا مع الناس ولفتح المجال للحلول، أجد من يصر أنني استقلت لأسباب مجهولة. وعندما يصر الناس على محاسبة من في السلطة اليوم وأنا منهم، وتغيير التركيبة الحكومية وأنا على رأسها، أو بالحد الأدنى تحسين أدائها ومراقبته، يجدون من لا يريد إلا التصويب على من كانوا في السلطة قبل 30 عاما. وعندما أعلن للملأ في السر وفي العلن أنني لا أرى حلا للخروج من الأزمة الاقتصادية الحادة إلا بحكومة أخصائيين، وأرشح من أراه مناسبا لتشكيلها، ثم أتبنى الترشيح تلو الآخر، أواجه بأنني أتصرف على قاعدة أنا أو لا أحد، ثم على قاعدة أنا ولا أحد، علما أن كل اللبنانيين يعرفون من صاحب هذا الشعار قولا وممارسة. وأسوأ الإنكار هو أن من يعرفون كل هذه الوقائع ما زالوا يتحججون تجاه الرأي العام بأنهم ينتظرون قرارا من سعد الحريري المتردد لتحميل زورا وبهتانا مسؤولية تأخير تشكيل الحكومة الجديدة. إزاء هذه الممارسات عديمة المسؤولية والعديد من الأمثلة الأخرى التي لا مجال لتفصيلها اليوم، أعلن للبنانيات واللبنانيين أنني متمسك بقاعدة ليس أنا بل أحد آخر لتشكيل حكومة تحاكي طموحات الشباب والشابات والحضور المميز للمرأة اللبنانية التي تصدرت الصفوف في كل الساحات لتؤكد جدارة النساء في قيادة العمل السياسي، وتعالج الأزمة في الاستشارات النيابية الملزمة التي يفرضها الدستور وينتظرها اللبنانيون ويطالبون بها منذ استقالة الحكومة الحالية. وكل أمل وثقة أنه بعد إعلان قرار هذا الصريح والقاطع أن فخامة رئيس الجمهورية المؤتمن على الدستور وعلى مصير البلاد وأمان أهلها سيبادر فورا إلى الدعوة للاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس جديد بتشكيل حكومة جديدة، متمنيا لما سيتم اختياره التوفيق الكامل في مهمته. وكان المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى برئاسة المفتي دريان قد دعا للاحتكام للدستور والاستجابة لمطالب الشعب عبر الدعوة لإجراء استشارات نيابية. أكد المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى بعد اجتماعه اليوم برئاسة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان وحضور رؤساء الحكومات السابقين نجيب ميقاتي، فؤاد السنيورة، تمام سلام وأعضاء المجلس، أن دار الفتوى كانت وستبقى دارا للبنانيين جميعا. وأعلن المجلس أن الدار ستبقى جامعة وحريصة على الوحدة وفي هذه الظروف، داعيا إلى التعالي على المصالح الفئوية والاعتماد على السياسات الإصلاحية لتحقيق مسارات النهوض، مشددا على احترام الدستور والعودة للاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس الحكومة. إنما يشهده لبنان اليوم من حراك شعبي ووطني جامع ومؤثر، نأمل أن يشكل حالة يقظة ونهضة وطنية مباركة، عسى أن تفتح آفاق التغيير وتبشر بانبعاثات فجر جديد في تاريخ لبنان الحديث، يحمل في ثناياه الأمل ببناء دولة المواطنة، دولة القانون، دولة الحرية والاستقلال والسيادة. والمطلوب الاحتكام إلى الدستور والاستجابة لمطالب الشعب المشروعة، ويكون ذلك بداية وفورا بالدعوة لإجراء الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس الحكومة المكلف بتشكيلها بحسب نص الدستور. يرى المجلس أن لبنان بحاجة اليوم لحكومة إنقاذية من الموثوقين النزهاء الأكفاء، حكومة تضع نصب عينيها تصويب المعادلتين الداخلية والخارجية. المجلس أكد أن دار الفتوى لن تكون إلا بجانب تعزيز وحدة اللبنانيين وضمان أمنهم وسلمهم الأهلي، وتدعو الجميع لتحمل مسؤولياتهم الوطنية. السفير الروسي ألكسندر زازبكين جدد عبر تلفزيون لبنان دعوة بلاده لتأليف حكومة بأسرع وقت ممكن، مؤكدا اهتمام موسكو بالشأن اللبناني ودعمها للاستثمارات في لبنان. جدد السفير الروسي في لبنان ألكسندر زازبكين دعوة بلاده الإسراع بتشكيل حكومة في أسرع وقت ممكن. زازبكين وعبر برنامج لبنان اليوم أكد أن بلاده مهتمة بالشأن اللبناني، ولكنها في الوقت عينه لا تتدخل في الشؤون الداخلية.
واستبعد حصول أي حرب إسرائيلية أو فوضى بالشارع. زاسبيكين لفت إلى أن أزمة الدولار الحاصلة هي مفتعلة من الإدارة الأمريكية. ليس بالصدفة أنا في البداية الحديث أشرت إلى أن هناك لاستخلاص الإبر من الحرب الأهلية. نعم. ويقول أنه خط أحمر. هذا أنا أريد أن أستبعد ذلك. أريد نتمنى يعني. هذا هو. أنا فقط أشير إلى أنه أنا أشعر في المجتمع اللبناني أنه غير مقبول لهذا. نعم. ولكن هناك أيضا التطور لهذا الحراك لنحو أين؟ لأنه مثل ما قلت أنه إذا كان هذا المرتب بصيغة حوار ما بين الحراك و بالعبارة أن هذا الحراك هو وطني، هو طيب بمعنى عنده أهداف الوطنية مثل ما قالوا. نعم. فما هو المطلوب فقط أنه الحوار مع السلطة وبإلحاق طرح هذا الموضوع، أو يكون وفقا للسيناريوهات اللي نحن شاهدناه في عدد كبير من الدول أنه هناك تطرف موجود، تطرف على أساس الخلافات بين طوائف المذاهب وإلى آخره. هناك دول أخرى، هناك مثلا تطرف على أساس القومي، ولكن هذا هو المهم أنه لما نشوف دينامية. فلذلك الأحداث مثل اللي صارت خلال الأيام الأخيرة هذا مؤشر خطير. وردا على سؤال عن اللقاء الأخير الذي جمعه بالرئيس الحريري، قال زاسبيكين: نحن ما نتدخل بالتفاصيل لما يجري. نحن بالحديث مع دولة رئيس سعد الحريري أنه كيف نحن نقدر نساعد إيجاد الحلول. هذا هو بصورة إيجابية، وكان في هذا مطروح عمليا أنه هو سيرأس الحكومة. نعم. وكانوا متفقين أنه بيثبت له هو الخلاف، ليس الشخص رئيس الحريري، بل هذا الخلاف اللي ما بين طبيعة الحكومة. أنا كنت أتصور أنه هل هناك أيضا مجال للاتفاق حول ما هي القضايا تكون مطروحة هناك، ولكن صعب جدا أن نتصور أنه كل الأجندة وإلى آخره. فلذلك الموضوع طبيعة الحكومة كان هذا الأهم بالنسبة للطرفين. السفير الروسي شدد على متانة العلاقة بين الدولتين والشعبين اللبناني والروسي، مؤكدا أن روسيا ستدعم لبنان في مجال الاستثمارات. سعر صرف الدولار يلامس 2,100 ليرة. خلال جولة على عدد من الصيارفة في العاصمة بيروت، وجهنا برفض تام من هؤلاء للتصريح أمام الكاميرا، لا بل وصل الأمر ببعضهم إلى الشتم، وببعضهم الآخر إلى محاولة إيهامنا الالتزام بالسعر الرسمي للصرف أي 1,570 ليرة، فيما الحقيقة التي استنبطناها من بعض الزبائن أن السعر يتفاوت بين 2,000 ليرة و 2,100 ليرة للدولار الواحد. سمعنا اليوم أنه قيمة الدولار 2,050، فاني أفجينا نصرف مصاري. دقينا له على التليفون قالنا أنه 2,050 عم بيصرفوا الدولار، فأجينا نصرف دولار. فإذا واحد معاشه مليون ليرة بدي يصرف كل شيء ويدفع كل شيء بالدولار، بيطلع أنه هو كل اللي عم بيقبضهم ما بيكفوا قصة البيت اللي عم بيستقلي اللي عم بيدفعوا. شكرا يا دولة اللبنانية، وشكرا يا سياسيين على كل شيء عم تعملوا معنا. الصيارفة كل يغني على ليلاه، ووسط حال التفلت وعينك يا تاجر يبقى السؤال: من يلجم هذا التسيب؟ من منطقة البربير، صلعاء الميري إبراهيم، تلفزيون لبنان.
من تقرير ميراي إبراهيم عن السعر العملي للدولار إلى تقرير ميراي إبراهيم عن إجراءات المصارف التي تخنق المؤسسات الاقتصادية. جيت عم باخذ المعاشات تبع الموظفين الأجانب يلي عندي، رفضوا يعطوني اياها. الأجانب أكيد بياخذوا هني دولارات، وأنا حساباتي هون حساب جاري بالدولارات، رفضوا يعطوني اياها. قالوا لي بنعطيك اياها ليرة لبناني. قلت لهم أبدا، مرشح اعطيه للموظف ليره لبناني تروح يشتري هو من السوق ب 2100 ليره الدولار، تيجي يبعتهم على بلاده على الفلبين ولا هون وهون. من بعد 100 كلف وجعز قال معطيك نص معاش. قلت له انا ما بقبل موظفين اعطيهم نص معاش، بدي اعطيهم معاش كامل. من بعد كلف وجعز قال معطيك المصريات على مرحلتين اليوم وجمعه الجاي، بس بنسكر لك حسابك هون لانه نحن ما راح فينا نامن انه نقدر نعطيك شهر الجاي. قصة سمير صعب ليست الوحيدة من نوعها، بل هي قصة كل صاحب مؤسسة يعاني منذ بدء الأزمة. والسؤال، هل المطلوب أن تشهر المؤسسات إفلاسها أو بالحد الأدنى ترحل موظفيها أو تخصم من رواتبهم قبل أن يتم اتخاذ إجراءات تحمي الموظف والمؤسسة على حد سواء؟ ما بيقدروا يتصرفوا بهالطريقة، يعني عم يتصرفوا بطريقة يخوفوا العالم زيادة، ونحن مش عم نأخذ مصاري منشان مصروفنا الشخصي ولا نروح نتسلى فيهم، عم ناخذ مصاري من شان الموظفين الاجانب الموجودين عندنا تقدروا هن يرجعوا يبعثوا مصرياتهم لبرا، ولا رح ياخذوا نص معاش ولا رح ياخذوا بليره اللبنانيه يقبلوا. ها، هذا شيء مش معقول، وانا حساباتي فيها مصاري، فما بيقدروا يجوا يقولوا لي ما رح نعطيك. انا دولار عم يندفع بحساباتي، مش عم بقول من الليره اللبنانيه الحسابات موجودين عندك. الموظفين اللي عم يقبضوا لبناني عم ياخذوا لبناني، بس الموظفين اللي عم يقبضوا دولار ما فيها ترفض انها تعطيني دولار، وماني عم بتدين. حساباتي موجودين وحساب جاري عندها، بعتقد مجبوره. إدارة المصرف رفضت التحدث أمام الكاميرا مؤكدة التزامها بقرارات جمعية المصارف. المصارف تلتزم توصيات وتدابير جمعية المصارف، والمؤسسات الاقتصادية تترنح عشية إضراب الهيئات الاقتصادية. من منطقة البربير، صلاة الميراي إبراهيم، تلفزيون لبنان. ميدان سباق الخيل طالته الأزمة الحالية، ونداء لبلدية بيروت لتأمين ما يلزم من الدعم المالي والمعنوي لاستمرارية الحياة في الميدان. أريش خطر. ميدان سباق الخيل في بيروت كان شاهدا على كل الحروب التي عصفت في لبنان في تاريخه الحديث، واليوم الأزمة الحالية طالته ويعاني من ضعف الإيرادات والتمويل. هذا الصرح كان قبل اندلاع الحرب اللبنانية المكان الوحيد الذي ينظم المراهنات، وكانت سباقات الخيل التي تقام مرتين في الأسبوع تدر نصف مليون دولار أسبوعيا. رئيس جمعية حماية وتحسين نسل الجواد العربي في لبنان النائب السابق نبيل دوفريج عرض بغصة تاريخ سبق الخيل الذي سبق قيام دولة لبنان الكبير، موجها نداء إلى بلدية بيروت بعد اجتماع ضم مالكي الخيول وجمعية مربي الخيل ونقابة المدمرين ونقابة الخيالة ونقابة السواس لتأمين ما يلزم من دعم مادي. هذا سبق الخيل سنة 1953-55 من وراء السيارات الموجودين بالباركينج قد كان في عالم. سبق الخيل سنة 1974 قبل الحرب بسنة ببين موجود هون. هون كان منحوت بالإيد الخيل معقود وبنواصيها الخير. ب 27 تموز 1982 من بعد ما صار فيه وقف اطلاق نار بين إسرائيلية والفلسطينية كرمال سبق الخيل حتى نقدر نخلص 350 حصان كانوا موجودين بالسبق رح يموتوا عطش وجوع. من بعد ما فلوا 350 حصان اجا الطيران والدبابات الإسرائيلية وهبطوا السبق كله سوا. هلأ العالم تفتكر انه سبق الخيل كناية عن بيست على بيربدوا عليها الخيل مع كم خيالي بيركبوا على الحصان والعالم قاعدة يا بتراهن اما شيء. مش مزبوط. هون هالبيست اللي عم بتشوفوها وهال إذا بدك الموقع هذا هو نهاية سلسلة اقتصادية بتبلش عند المربيين الخيل. عم نقول يا جماعة نحن منا مسؤولين عن الوضع اللي وصلنا له اليوم. في عدة مسؤولين، في الدولة اللبنانية اللي ما بحياتها كافحت المراهنات الغير الشرعية اللي هي أثرت على مداخيل السبق،
واكيد في البلديه اللي هي مفروض تاخذ بعين الاعتبار انه هالسبق ملكها والمستقبل هالسبق لها. نحن شو عم نقول؟ عم نقول للبلديه وطلبنا منها عدة مرات انه حد لبين ما يجي المستثمر الجديد اللي بدك انت تلازمي طب شوفوا كيف بدنا نعمل. بعد ما اجينا جاي هي هالمستثمر الجديد اللي بده يجي بده يكون في خيل، ومين بده يخلي عنده خيول اذا منه عارف انه هالخيول رح يشوفها عم تركض؟ موظفينا نزلنا المعاشات حتى نقدر نضايق، لانه بالنهايه ما في مدخول، المدخول بيجي من وقت اللي يكون ماشي السبق، اذا السبق واقف مين بده يجيب المدخول؟ هذا الصرح الذي شهد على مراحل مهمة من تاريخ لبنان عايش معه كل أزماته، اليوم ينازع في المرحلة الحالية وبحاجة إلى دعم مادي للحفاظ على استمراريته، فهل المعنيون سيسمعون صوت الاستغاثة ويحافظون على ما تبقى من ذاكرة بيروت؟ روجي حنا، أحمد قيسي، أريج خطار، تلفزيون لبنان. صباح اليوم نقل عن الرئيس نبيه بري أنه لم يعد متمسكا بأي اسم لتأليف الحكومة، وأن أسباب التأخير في تأليفها غير مبررة على الإطلاق. رئيس مجلس النواب نبيه بري رأى أن أسباب التأخير في تشكيل الحكومة غير مبررة على الإطلاق، لافتا إلى أن هناك أجوبة ما زالت منتظرة، غامزا في الوقت نفسه أن هناك من لا يزال يرفض التجاوب مع الحل الجاهز، وكأن صاحب هذا الموقف يتعمد المماطلة ويريد للبنان أن يغرق أكثر في أزمته الراهنة، وهو أمر يثير القلق والريبة كما قال. وأعرب الرئيس بري عن استغرابه أمام زواره الغياب الحكومي عما يجري في البلد في هذه الفترة، متسائلا أليس في البلد حكومة تصريف أعمال وهي ما زالت قائمة؟ فلماذا هي غائبة وكأن ليس في البلد أزمة؟ ولماذا لا تجتمع وتواكب ما يجري وتقوم بما هو مطلوب منها واتخاذ لو الحد الأدنى من الخطوات التي تخفف من هذا التوتر؟ وإذا أكد بري معارضته لحكومة التكنوقراط، ركز على أن معالجة الأزمة تتطلب حكومة تكنو سياسية، وأوضح الرئيس بري أنه لم يعد متمسكا بأي اسم لرئاسة الحكومة الجديدة، بل هو مع من يريد أن يحمي البلد، لافتا إلى أن الأسماء ليست مهمة، بل المهم هو أن تتشكل حكومة تتحمل المسؤولية وتضع الحلول للأزمة أيا كان الرئيس. على هامش جلسة المجلس الشرعي شدد الرئيس نجيب ميقاتي في حديث خاص لتلفزيون لبنان على وجوب العودة إلى الدستور، وتحدث عن عملية إطلاق النار على منزله. نبيل الرفاعي. في ظل الأوضاع الراهنة وما نعيشه من أجواء مشحونة، شدد الرئيس نجيب ميقاتي وفي حديث خاص لتلفزيون لبنان على هامش جلسة المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى على ضرورة العودة إلى الدستور والبدء بالاستشارات الملزمة والابتعاد عن البدع الدستورية، مجددا دعم رؤساء الحكومات السابقين للرئيس سعد الحريري لتجنيب البلد الانهيار الكبير، لافتا إلى أن استهدافه يستند على خلفيات سياسية استنسابية وعلى مواقفه السياسية الأخيرة. التأليف قبل التكليف، هيدا بدعة جديدة، التأليف قبل التأليف، وهذا انحراف حقيقي عن روح الدستور والدستور بحد ذاته، وهالانحراف هيخدنا بإجرينا على النار، على الانهيار. فبالتالي اليوم كان في نوع من جرس، عم أقول عم بيع الإنذار بطريقة ناعمة. يا أخوان، نحن ما هيدا، نحن كلنا لبنانيين وكلنا من نادي لوحدة لبنان، وعلينا أن نتبع روح الدستور اللبناني وحذافيره، وما عم بيصير اليوم إلا بسبب الانحراف عن هذا الدستور. دولة الرئيس اليوم الشارع السني يعتبر أنه مستهدف، يعني كان عم بينقال أنه في فريق واحد هو الذي يستهدف اليوم بالقضاء، وحتى بمحاولة الانقضاض على هذا الفريق وعلى هذا الالتفاف حول الرئيس سعد الحريري من قبل رؤساء الحكومات السابقين، وشفنا في تأييد شعبي كان حاصل للرئيس الحريري بعدة مدن، وشفنا تأييد شعبي واسع حصل في دارتك في مدينة طرابلس على عدة أسابيع. للتأكيد أنه اليوم الشارع السني يشعر أنه هو الحلقة الأضعف في كل ما يحصل، وشفنا امبارح كمان بعض محاولات لجر لبنان الى فتنه مذهبيه سنيه شيعيه. نحن بنأكد كرؤساء وزاره سابقين وبكل الامكان اللي عم نقولها، تأييدنا للرئيس سعد الحريري. الرئيس سعد الحريري كان هو الركن الاساسي بالتسويه اللي حصلت بانتخاب رئيس جمهوريه.
فهالتسوية بين طرفين مو بصير طرف أو طرف يفل. فبالتالي اليوم نحن منأكد انه ما بصير بهالموضوع الا يصير في توازن. ومن هون اصرارنا انه يتابع الرئيس سعد الحريري هذه التسوية اللي انعملت تتابع مع فخامة الرئيس. الالتفاف اللي عم بصير الشعبي العالم شايفه، الشمس طالعة وكل الناس شايفه. اذا في عم نشوف نوع من 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 تسييس القضاء وحقد سياسي عم بيصير، هيدا الشيء عم بيترجم بطريقة السلطة. فبالتالي الناس حتما حيكون عندها عاطفة لأنها عم بتتابع وعم تشوف انه هالشيء هو كله تحامل بدون طعمة. بناء لبنان وبناء لبنان لا يكون إلا بتطبيق الدستور بحذافيره، وإذا في غلط بالدستور الدستور مش منزل، فيها نحكيها بطريقة هادئة مش بطريقة على العلب مثل ما بيقولوا على البارد مش على السخن. سؤال أخير لو سمحت دولة الرئيس. اليوم الرئيس نجيب ميقاتي أطلق مواقف سابقة، اعتبر البعض أنه دفع تمنى بهذه الدعوة اللي تبين لاحقا انه فيها تسييس وفيها كيدية سياسية. وبالامس شفنا بطرابلس انه كان في عملية اطلاق نار قدام دارتك بطرابلس. هل اليوم الرئيس نجيب ميقاتي مستهدف نتيجة كل هذه المواقف التي اطلقها من انتخاب الرئيس عون الى حتى اليوم؟ بدي اول شيء كمان بخصوص اطلاق النار بالامس، انا بشكر مخابرات الجيش والجيش اللبناني على السرعة بإلقاء القبض على الشخص اللي قام بهذه العملية، فبتشكره وبعرف انه لا شخص يعني عادي فردي، حادث فردي. حتما السياسة هي عم تحكم بالموضوع، ونحن كنا شفنا كيف الظروف طلعت، وقلت انا نتيجة هالمواقف اللي عم بيخدها بالفترة الأخيرة إن كانت بدءا من عدم انتخاب فخامة الرئيس إلى المواقف اللي عم تأكد دائما على الدستور وعلى الطائف، إلى دعم الرئيس حريري، إلى المطالبة بأن تكون حكومة من اختصاصيين، كل هالمواقف اللي عم تتاخد هي تراكم. طائف السائد تودع ابنها حسين شلهوب ونائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب، يدعو إلى تأليف حكومة تكون قادرة على الإصلاحات والاستجابة للمطالب الشعبية. وسط أجواء من الحزن والأسى ودعت بلدة وأهالي طير في السيف قضاء صور ابنها حسين شلهوب، وكان في استقبال الموكب فعاليات البلدة والجوار، وردد المشاركون في التشييع هتافات هيهات من فيلا ودمك مش رح يموت. وأما الصلاة على الجثمان نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب، وبعدما صلي على الجثمان حمل نعشه على الأكف من الحسينية إلى جبانة البلدة حيث ولي الثرى. الشيخ الخطيب في كلمته التأبينية رأى أن الخروج من هذا المأزق الحالي تأليف حكومة تكون قادرة على القيام بالإصلاحات والاستجابة للمطالب الشعبية. الشيخ الخطيب شدد على ضرورة الحفاظ على العيش المشترك. برعاية نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد المكتوم، أقيم احتفال تكريم أوائل الإمارات، كرم خلاله أصحاب الإنجازات في إبراز قيم التسامح والانفتاح على العالم بتوجيه من الشيخ خليفة بن زايد النهيان رئيس الدولة، وكان سفير الإمارات في لبنان حمد سعيد الشامسي بين المكرمين تقديرا لدوره بنقل صورة التسامح الإماراتي إلى المجتمع اللبناني بكل أطيافه. والآن مع داني حرب والصفحة الرياضية. قالت الوكالة العالمية لمكافحة المناشطات وادا ان روسيا يجب ان تتعرض لحظر اولمبي لمدة 4 سنوات ومنعها من المشاركة في جميع بطولات العالم للتلاعب بالبيانات التي تم الحصول عليها من مختبر موسكو الملوث. وتم تقديم التوصيات من قبل لجنة مراقبة الامتثال CRC التابعة لوادا، وسيتم تقديمها الى اللجنة التنفيذية في اجتماعات باريس في 9 من كانون الاول المقبل. وفي تقرير من 26 صفحة قالت لجنة حقوق الطفل ان وكالة مكافحة المنشطات الروسية روسادا يجب ان تعلن عدم امتثالها بعد ان خلص تحقيق الى ان البيانات التي سلمت من مختبر موسكو الملوث لم تكن كاملة او صحيحة. وسيمنع حظر مدته 4 سنوات روسيا من المشاركة في اولمبياد طوكيو العام المقبل
وألعاب بكين الشتوية 2022. بالإضافة إلى ذلك لا يجوز لروسيا التقدم بطلب الحصول على حق استضافة الألعاب الأولمبية وأولمبياد البارالمبي عام 2032. وكان يوم الخميس الماضي قد تم إيقاف رئيس اتحاد ألعاب القوى في روسيا دميتري شلايخين والعديد من مسؤولي الاتحاد من قبل وحدة النزاهة لألعاب القوى AIU بسبب انتهاكات خطيرة لقواعد مكافحة المنشطات. مشاهدينا الكرام، في الختام أنا ومراي والفريق نشكركم. إلى اللقاء.